مشاهدينا اهلا وسهلا بيكم في اولى حلقات برنامجكم ثمر الروح، واللي يسعدنا ان نكون معاكم على مدار 9 حلقات هنتكلم فيهم على 9 ثمرات للروح القدس من اليوم لحد عيد حلول الروح القدس. رب المجد يسوع ارسل لنا روح القدوس لكي يسكن فينا، مش بس عشان يسكن فينا، لا لكي يعمل فينا ايضا ويكون لعمله ثمار. واللي قال لنا وذكرها لنا معلمنا بولس الرسول اللي رسلته لاهل غلاطيا، وقال كده: أما ثمر الروح فهو محبة وفرح وسلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. 9 ثمرات شبهها لنا الآباء بعنقود عنب، كل يوم هنقطف ثمرة منه ونعرف عنها أكثر ونتعلم منها لكي نحيا بها. يسعدنا النهاردة يكون معانا في أولى حلقات برنامجنا أتسابونا مرقس فوزي، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم بأرض الشرق. أهلا بيك أتسابونا. وسابونا النهارده نتكلم على اولى ثمرات الروح، وهي ثمره المحبه. عايزين نتعلم من قدسك النهارده وبدايه حلقتنا. يعني احنا كتير بنبحث عن الحب في حياتنا، وكثيرا ما نسعى للحب الحقيقي والمحبه ولا نجدها. فعايزين من قدسك بس في بدايه الحلقه تعرف لنا ما هي المحبه وما هو الحب الحقيقي. يمكن كلمة الحب كلمة واسعة، ما نقدرش نحط صحيح تعريف مختصر أو موجز ليها. ويمكن الكتاب المقدس لما حب يكلمنا عن الحب قال الله حب أو الله محبة، فبقى الموضوع أصعب بكتير قوي. إذا كنت تقدر تفهم كنه وطبيعة الله أكيد هتقدر تفهم كنه وطبيعة الحب يعني. فالنقطة دي صعبة ان احنا نركزها، ولكن ممكن نقدر نقول ان محبتنا للآخرين ومحبتنا لربنا ده جزء من الحب الإلهي. ممكن نقول ان الحب هو ممكن نكثفه في مفهوم البذل والعطاء، ممكن ده يكون مفهوم بسيط شوية ويقرب لنا المعنى. عشان كده القديس يوحنا في إصحاحه الثالث في الإنجيل يقول: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. حتى بذل يمكن فهي كلمتين هنا: هكذا أحب الله العالم حتى بذل. يمكن عرفتها لنا في الحتة دي نقطة البذل. فعشان كده أقدر أقول إن حبك حب حقيقي لو في بذل، لو في عطاء، لو أنت اديت شيء. لكن انت لو دورت انك تاخد يبقى انت ما بتحبش. وبالتالي هنا نقف قدام مفارقه صعبه قوي في الحياه، ان في امور كتيره في الحياه نطلق عليها حب لكن هي في الحياه مش حب على الاطلاق يعني. فيعني عشان كده دايما اقول كلمه الحب دي كلمه مظلومه ساعات، لان مواقف كتيره في الحياه ممكن نقول عليها ده حب، لكن مش كل ما يطلق عليه حب فهو حب. ما هي دي النقطه اللي عايزين ننتقل ليها. ما هي انواع الحب؟ أشعر أنواع يعني إن في ممكن تكون عليها نقول عليها أنواع أو نقول عليها مستويات. ممكن أقول أول مستوى من الحب هو الحب الإنساني، وده ممكن يبقى موجود عند كل البشر باختلاف عقائدهم ودياناتهم. ممكن تلاقي ناس خيرين وناس فضلاء وناس ليهم أعمال فاضلة كتير، وممكن يكون نابع عن حب. بس الحب الإنساني بيبقى ممكن يكون مشروط، يقول انا بحبك علشان كذا. وممكن نلاقي ده غلط يسمونه هذا النوع من الحب. هو مش هقول غلط، هقول ان هو ناقص، اقول ان هو يحتاج نمو اكتر ويحتاج الى صوره من الكمال افضل من الصوره دي. مؤسسات عالميه كتير ومنظمات عالميه ليها اعمال خيريه كتير وبتقدمها بصوره حلوه، لكن في مستوى احلى من المستوى ده او نوع افضل من النوع ده، هو مستوى الحب المسيحي. يعني الحب الإنساني ده موجود عند الكل، ممكن قبل أي إنسان من أي عقيدة من أي بلد عنده المستوى ده. لكن المستوى المسيحي أنا بحبك بالرغم من، بحبك على الرغم إن أنت مثلا ما بتبدلنيش الحب. بولس الرسول يقولها في رسالته لروميا، يقول الله بيّن محبته لنا. بيّنها إزاي؟ إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. فهنا الحب بيبان، الحب المسيح اللي هو على مثال المسيح، ان وانت ما تستاهلش انا بحبك زي ما ربنا عمل معانا يعني. فده مقياس اخر من الحب، ان انا بحبك حتى لو ما بتبادلنيش نفس المشاعر. بعمل معاك موقف لطيف وانت بتبادلني بعكسه،
لكن بحبك. فده ما نقول، ممكن نقول عليه بقى ده المستوى المسيحي من الحب. تسمونه يعني هو ده الفرق بين المحبة الإنسانية والمحبة محبة الروح القدس، أن يكون مشروطا وغير مشروط، ولا في حاجة تانية؟ محبة الروح القدس طبعا معلمنا بولس الرسول وصفها لنا بصفاتها كلها في كورنثوس الأولى 13، لما قال المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا لا تنتفخ. تقبح ولا تنتفخ، المحبة لا تفرح بالإثم ولكنها تفرح بالحق. بعتبر إن المحبة اللي من الروح القدس لا تسقط أبدا. بتبقى طبعا لا تسقط أبدا، محبة بناءة للشخص اللي أنا بحبه. يعني معلش هدي مثال ممكن يبقى موجود، ممكن شاب يفقد بنت عفتها ويقول إن هو بيحبها، بس ده مش أمر منطقي، يعني ده مش حب. ممكن واحد يداهن واحد أو يتملقه ويقول إن هو بيحبه بس من أجل غرض معين. نفس الفكرة برضو، إن مش كل مفاهيم الحب هي من الروح القدس. يعني المحبة اللي من الروح القدس بتبقى محبة مقدسة في أهدافها وفي دوافعها، وليها اتجاه إيجابي بناء في حياة الإنسان. وتسابونا كثيرا ما نسمع جملة، وأنا من الناس اللي كتير بنقولها، يعني كل الناس بتقول ده، إحنا بنحب ربنا. وفعلا يعني ممكن يكون الإنسان فعلا بيحب ربنا، بس كيف يختبر حبه لله؟ كيف أكون صادق مع نفسي؟ كيف أعرف فعلا أنا بحب ربنا أو بحب الإنسان ده ولا لأ؟ يعني يا مايكل أنا هقول لك يعني بعض التدريبات البسيطة اللي ممكن الواحد يعملها عشان يبدأ يحب ربنا، وهقول لك على تيست إزاي تختبر أنت بتحب ربنا ولا لأ. أول نقطة إن الواحد يحب ربنا إن يحفظ وصيته. سيدنا المسيح قالها صراحة في يوحنا 14، قال إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. وقال في يوحنا 15، إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. فتنفيذ الوصية يوميا في حياتنا العملية هو تعبير عن حب ربنا. إذا كنت أنا أمين في شغلي، أمين في دراستي، مخلص تجاه الآخرين، بنفذ وصايا الإنجيل، فده تعبير عن أن أنا بحب ربنا، لأن هو وصاني أن أنا أحبه، أن أنا أعمل كده وأن أنا بعمله، يبقى أنا بحبه لأني بسمع كلامه. ومش حرفيا يتسبونا، عمليا. نقطة تنفيذ الوصية ده رقم واحد للتعبير عن محبة ربنا. النقطة الثانية أن لازم ربنا يشغل حيز في تفكيري. يعني هل طول اليوم بيعدي عليا من غير ما ربنا يخطر على بالي، من غير ما تيجي سيرة ربنا على لساني؟ يبقى انا ربنا ده مش على بالي خالص. يعني ففي ناس تبقى مشغولة بربنا ودايما كلمة ربنا على لسانها، وبيدخل ربنا في كل تفاصيل حياته، تلاقي كل خطوة من خطوات اليوم بيدخل فيها ربنا. فهل ربنا واخد جزء من تفكيرك ولا ربنا على هامش حياتك؟ انت ما بتجيبش سيرته خالص. كمان مع التفكير بتبقى فيه مشاعر، زي ما داود النبي يقول لربنا عطشت نفسي إليك يا الله، اشتاقت نفسي إليك كما تشتاق الأرض العطشانة إلى المياه. واحد مشتاق لربنا يعني، وبيرفع قلبه طول اليوم، يعني حتى لو في وسط الشغل وفي وسط الاهتمامات اليومية والالتزامات والخدمة وغيره، يقدر يرفع قلبه في وسط كل دي ويقول له عطشت نفسي إليك، يقدم لربنا أي مشاعر. يعني نقطة ربنا هل الأول في حياتك ولا ربنا ده رقم اتنين ولا رقم تلاتة ولا غير موجود على قائمة اهتماماتك؟ دي نقطة برضو مهمة. احنا نصلي كل يوم في صلاة باكر في البدء كان الكلمة، الكلمة، يعني كأن الكنيسة بتقول لنا أول حاجة في هنبتدي البدء، بيها. وكأن أنا عايز إن ربنا يبقى أول واحد أكلمه الصبح. أنا يا رب مش هنزل ولا أكلم أي حد في المجتمع قبل ما أتقابل معاك وأكلمك أنت. لدرجة أقول للشباب تدريب حلو، أقول له السرير اللي أنت نايم عليه حط قدامه صورة السيد المسيح، بحيث لما تفتح عينك يبقى أنت أول واحد شفته هو السيد المسيح. إزاي ربنا هو يبقى شغلنا الشاغل، هو في بداية يومنا وفي ختامه وفي كل خطوات اليوم. دي تدريب بسيطة ممكن الواحد يقوم بيها في يومه وفي وسط عمله. يعني محبة ربنا ما تلزمش إن الواحد ينقطع عن الحياة، طبعا محبة ربنا طبعا ممكن الإنسان يمارسها في وسط حياته فوستي. اليومية المعاشة، في دراستي، في شغلي، مع عيلتي، مع أولادي، وهكذا. طب إزاي بقى أختبر إن أنا بحب ربنا ولا لأ؟ أقول لك تيست بسيط خالص، تيست الصلاة. هل أنا بحب أقف مع ربنا أكلمه ولا لأ؟ ساعات واحد فينا مثلا، سامحوني في هذا التشبيه، يتصل بيه على الموبايل فيروح عامل سايلنت أو يكنسله. ليه؟ أنا مش عايز يتكلمه.
ممكن تبقى درجة الدالة بينه وبين الشخص اللي بيتصل بيه ده هو درجة ضعيفة قوي، فمش مهم دلوقتي، أبقى أجله بعدين. لكن في واحد ده بقاله ساعتين ما رنش عليا، بقاله النهاردة طول النهار ما كلمنيش، هو إيه حصل في العلاقة بيننا؟ أبقى مشتاق أتكلم معاه. فنقطة الصلاة، لو أنا بشتاق إن أنا أقف قدام ربنا وأكلمه، يبقى أنا فعلا بتجه في اتجاه محبة ربنا. ولما بقف أصلي، هل بحب أطول الصلاة ولا بحب أخلص وأقوم بسرعة؟ دي نقطة. بقدر ما الإنسان يحب ربنا هيشتاق أكتر إن يكلمه. هتقولي طب يعني أسيب شغلي وأسيب دراستي وأقعد أصلي؟ لا، حتى وأنا في وسط الناس أشتاق إن أنا أرفع قلبي وأقول له يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، من غير ما حد يحس. يعني أنا قاعد في وسط الناس حسيت إن الحديث اللي أنا قاعد فيه ده مش مهم، وفي كلام كتيرة مش هيفيدني، فإيه المانع إن أنا أرفع قلبي وأكلمه؟ أنا ما أقدرش أغيب عنك يا رب ساعة في الكلام بتاعي. فاختبر نفسك بدرجة محبتك للوقوف قدام ربنا، بمحبتك إنك تشتاق إنك تكلمه. هي دي النقطة اللي تختبر الإنسان. كل ما الإنسان يزيد في محبة ربنا هتزداد صلواته، حتى لو صلواته السرية اللي في وسط المجتمع. وتسيبونا نستأذن قدسك في فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن محبة الله لينا. حيث المحبة هناك يكون الله موجود، فامتلك المحبة ليكن الله في قلبك جالسا على عرشه. القديس أغسطينوس. مشاهدينا رجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلامنا عن أول ثمرة، ثمرة المحبة. وتسابونا اتكلمنا عن محبة الإنسان لله، وكلمنا ازاي نعرف صدق محبتنا لله. يعني كتير بنقول ان احنا بنحبه، بس كتير ما بنبقاش عارفين محبتنا صادقة ولا لا. واتكلمتنا عن ده في الجزء الأول. عايزين ننتقل يا وتسابونا لمرحلة تانية، وهي حب الإنسان للآخرين، حبي للآخرين. ده وجه العملة الآخر لمحبتنا لله، يعني دول وجهي العملة واحدة. عشان كده السيد المسيح جابهم في نفس حديثه، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك، والأخرى مثلها تحب قريبك كنفسك. وكأن المسيح بيقول لنا دول وجهين العملة. ما تقدرش تحبني من غير ما تحب الآخرين، ما تقدرش تحب الآخرين من غير ما تعدي عليا. فمحبة الآخرين بتبقى ترجمة عملية لمحبتنا لربنا. حتى يعني لما يجي خادم ينزل الخدمة يقول ايه الدافع اللي حركني في الخدمة، اقول له انت حبيت ربنا حلو قوي، وبسببه عايز كل الناس الاخرين فبتنزل تخدمهم. فيبقى دلوقتي انت حبيته الاول وبعد كده نزل تخدم الاخرين. اول نقطة تعبر عن محبتي الاخرين خدمتهم ومساعدتهم. لو لقيت اي انسان محتاج اي مساعدة باي نوع، هو ده تعبير عن الحب. عايز اقول لك نقطة في الحتة دي، انك ما تستناش يطلب منك. انا شعرت انك محتاج فبجري بسرعة على احتياجك، لاني بحبك، لانك في تفكيري، انك داخل في اهتماماتي. نقطة تانية سيبونا، معلش مش عايز اعدي النقطة دي سريعا، يعني مش عايز اخش في تفاصيل عشان ممكن ده ما يخدمش موضوعنا. بس كثيرا ما نشعر ان الناس يعني بالقول، يعني اسف في القول، بيمثلوا ان هم محتاجين عشان اكون، يعني عشان اعطف عليهم، عشان اكون بدي ليهم حب، وهم ما يكونوش انا يمكن مستنيين. ما اقصدش الاحتياج المادي بس، يعني ممكن يبقى احتياج معنوي. تمام. يعني انا دلوقتي لو انسان محبط، انسان مكتئب، انسان محتاج تشجيع، فده احتياج جوايا. انا لو بحبك هقف جنبك في المحنه بتاعتك، مش شرط محنه ماديه. انسان مريض محتاج لزياره، انسان محبوس محتاج زيارة. لاهتمام وزياره واهتمام باسرته وهكذا. يبقى الخدمه كلها للاخرين تدخل تحت نطاق محبه الاخرين. نقطه احتمال الاخرين، زي ما نقول كل يوم في البولس اللي في بدايه صلاه باكر، محتملين بعضكم بعضا في المحبه. فأنا لما بحتملك يبقى أنا بحبك. لو أنا مش قادر أحتمل ضعفاتك يبقى أنا لسه محبتي ليك مش كاملة. فنقطة الاحتمال دي برضو تعبر عن محبتي ليك. نقطة تانية، التغاضي عن العيوب. لو أنا بركز على أخطائك يبقى أنا يعني ماسك لك على الواحدة كده، زي ما بيقولوا. يعني أنا سمعت عبارة لطيفة لسه امبارح، يعني أنا بصراحة كتبتها عندي يعني لأنها أثرت فيا. بتقول لما الحب يقل العين تتفتح على العيوب.
إذا كان في محيط الأسرة أو في محيط الزمالة أو كده، لما محبتي ليك تقل هبدأ أدور على السلبيات اللي موجودة في شخصيتك. لكن هنشوفها هنشوفها لكن أوضح. أنا لو بحبك هتغاضى عن العيوب دي. عشان كده جه المثل الدارج، حتى الإيه اللي يحبك يبلع لك الإيه الزلط زلط. يعني. يعني هي جت من هنا، يعني إن أنا بحبك فخلاص هفوت لك الجزئيات دي يعني. وبالتالي بقى أنا مش هدينك، أنا مش هجيب سيرتك بأسلوب مش لطيف، كل دي صور للتعبير عن محبتي ليك. الغفران والتسامح، لما تغلط فيا أنا هسيب بسرعة وأسامحك بسرعة في اللي أنت، ده برضه دليل إن أنا بحبك. حتى لما تيجي تعتذر لي أقول لك لا لا ده أنا نسيت الكلام اللي أنت قلته ده. درجات بقى على حسب ما الإنسان يجاهد، وعلى حسب ما الإنسان يبدأ يترجم محبته لربنا يترجمها للآخرين. وسيبونا استأذنك نروح في تقرير نشوف رأي الناس في محبة الأعداء ونرجع نكمل كلامنا مع سيبونا. لا هو بالصعب، هو أيوة ينفع يحب عدوه، بس هو أول حاجة قبل ما يحبه ما يعتبرش إن اللي قدامه ده عدوه. يعني هو لو خد فكرة جواه إن اللي قدامي ده عدو أنا مش هعرف أتعامل معاه، هتعامل معاه كعدو، إنما أنا هعتبره كإنسان عادي، كإنسان عامله مستوى تاني إن هو حبيب ليا، وإن هو في تعامله معايا مش هيكن ليا الشر. حتى لو هو جواه شر من ناحيتي أنا هقدر أحول الشر ده لخير لو أنا عملته بالخير ولو أنا قدمت له الخير أول حاجة. دايما بنشوف الوصية دي إن هي بتبقى صعبة، إن ربنا بيقول لنا حبوا أعدائكم بيكوا لعنيكم. لكن أنا شايفة إن محبة الأعداء هي مش صعبة، إن إحنا بنحب ربنا اللي هو مصدر المحبة، الله محبة، إن ربنا فدانا على الصليب، ودي فعلا كانت قصة المحبة الحقيقية. يمكن دايما إحنا بنقولها في الترنيمة قصة الحب العجيب تجلت على الصليب. فصعب قوي إن أنا ما أحبش كل الناس، لأن أنا بحب ربنا اللي هو خلقني وخلق كل الناس على صورته ومثاله. تهيألي إن دي درجة لازم تبقى قبليها، إن أنا أحب ربنا قوي وأحب اللي حواليا قوي، ولو محبة ربنا جوايا هقدر أحب عدوي، هو اللي هيعلمني إزاي أحبه يعني، وهيبقى حب حقيقي. ورجعنا تاني بعد الفاصل ومكملين كلامنا مع أتسابونا عن محبة الأعداء. أتسابونا كيف نحب أعداءنا؟ أول نقطة أقولها لك إن محبة العدو وصية قابلة للتنفيذ، لو ما كانتش تنفع تتنفذ ما كانش المسيح حطها في الإنجيل يعني. دي أول نقطة لازم أحطها في ذهني، لأن في بعض الناس كتير يقفلوا على الباب ده خالص، يقول لك دي مش وصية ما نقدرش عليها يعني، مش بتاعتنا يعني. طب أحبه ولا أقبله؟ أو أحبه من بعيد لبعيد؟ يعني برضو عايز في دي شوية تفاصيل. طيب هقول لك، أنا عايز أقول لك إن محبة العدو أو من يضع نفسه عدوا ليا ما بيجيش رقم واحد في جهتي. لازم الأول أعدي على محبتي لربنا، ربنا يملأ قلبي بالحب. بعد كده أعدي على محبة القريب، مش معقول أنا هحب عدوي والناس اللي في البيت أنا مش مش بحبهم، أو زملائي اللي أنا بتعامل معاهم كل يوم مش بحبهم، فيبقى محبة درجات. القريب، وبعد كده أدخل على محبة الإيه؟ العدو. لازم أبص للإنسان ده إنه إنسان مسكين، الشيطان استخدمه عشان يأذيني، لكن هو في طبيعته هو ممكن يبقى إنسان خير جدا، بس للأسف هو وقع في إيد واحد بيلعب بيه. دي نقطة أحطها في ذهني يعني. نقطة تانية إنك تقبل أي إنسان لأنه على صورة ربنا ومثاله، مهما كان طريقة تصرفاته. أنت بتسأل عن نقطة القبول، جرب في يوم إنك تعمل عمل خير مع إنسان ما بيحبكش، إنسان بيبغضك أو دايما يأذيك أو دايما يضايقك، إذا كان جارك أو إذا كان زميلك أو كده يعني. أول حاجة على مستوى، في فايدة مزدوجة في النقطة دي، على مستواك هتحس بسعادة غير عادية. حاول تجرب كده هتلاقي مبسوط جدا إنك قدمت له خدمة. والكتاب يقول إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقيه. النقطة التانية على مستوى العلاقة بينكم، الخير اللي أنت بتقدمه بيخمد الشر اللي هو بيجي بيه عليك. ياما شرور كتيرة ممكن نخمدها في أعدائنا دول نتيجة إن إحنا نقف معاهم في موقف حلو. عشان كده يعني زي ما القديس يوحنا الذهبي الفم يقول، عايز تتخلص من أعدائك مش انك تحاربهم وتنتقم منهم، لا، حبه. حولهم الى اصدقاء. طب حولهم لاصدقاء ازاي؟ اول ما الاقي عنده موقف في حياتي كده، مثلا عنده ظروف عزاء او ظروف فرح او ظروف بتاع، اروح اقف جنبه بسرعه، تلاقيه ايه ده عمل معايا موقف كسفني، خلاني ان انا مش قادر. ويمكن هنا تيجي في ذهني قصه لطيفه
يعني معاصرة ما عداش عليها 100 سنة، يعني قصة الأستاذ حبيب جرجس مع الواعظ اللي كتب فيه مقالة كلها هجو في الجورنال. وبعدين تلاميذ الأستاذ حبيب جرجس قالوا له طب نحاول بقى نشوف رد، نحاول، فقال لهم بس اسكتوا انتوا، انا هرد بالأسلوب بتاعي. كانوا الوعاظ في الزمن ده بياخدوا مرتبات وكان ليهم علاوات، فحبيب جرجس اتوسط ان يجيب علاوه لهذا الانسان، وجم في يوم قالوا له الحق ده الاستاذ حبيب جرجس اتوسط لك في علاوه، يعني بعد ما انا كتبت فيه المقاله وكل اللي انا عملته ده يرجع يعني. فجه الراجل زي ما القصه بتقوله يعني، ونزل عند رجليه وقال له انت قتلتني باللي انت بتعمله ده. وبيقولوا ان في انتخابات المجلس الملي التالي بقى هو الواقف على باب الانتخابات ويقول له انتخبوا هذا الرجل، انتخبوا هذا القديس. فطبعا قدر يحول هذا العدو إلى صديق لي. نجرب كده في حياتنا إن إحنا نقدم الحب. عايز أقول لك حاجة، لو هو عمل معايا موقف مش حلو وروح خلاص، أنا أقعد بقى بغلي في البيت ومتضايق، هو مش حاسس بيا خالص. فعايز أقول لك نقطة الغفران هو علاج ليا أنا قبل ما يكون علاج للعلاقة بينا. تمام. فانا عايز اقول لك ان انا احب عدوي دي فايده راجعه لي قبل ما ترجع له هو، ان انا احبه يعني بهدي نفسي من جوه، الثوره من جوه. تخيل انت متضايق من حد، تعرف تقف تصلي؟ تعرف تصوم؟ اقابل واحد في الصوم ما بتجيش ليه؟ اصل انا مش صايم، اصل انا متخانق مع فلان فما بتناولش. ف طب ليه ما تروح تصالحه، ما تروح تحبه وما تمنعش نفسك عن العلاقه مع ربنا؟ فطبعا يعني دي فايده ليا. هو قدر بقى محبتي ليه ما قدرش، بس انا ما علاقتي بربنا ما تتاثرش بسبب الخصام ده يعني. وتسيبونا بنتكلم عن المحبة، عايزين نعرف ايه هي معوقات المحبة بصفة عامة؟ هل ليها معوقات؟ ولو ليها معوقات نتغلب عليها ازاي؟ اكيد طبعا الشيطان هيعوقنا ان احنا نحب، لان ان احنا نحب يعني ان ربنا يبقى في حياتنا يعني. محبة الذات رقم واحد، ان انا احب نفسي محبة ضارة، ان برضو تحب قريبك كنفسك. حد يقول لي طب ما هو في محبة النفس، لا محبة سليمة للنفس، لكن المحبة الضارة للنفس تبقى عائق في اتجاه فضيلة المحبة. انا عايز نفسي رقم واحد، عايز اريحها، عايز ادللها على حساب اي حد تاني. سيبوني بس، احب نفسي دي حاجة مش غلط يعني، بيتهيألي كل واحد لازم يكون بيحب نفسه. احب نفسي بطريقة صح، احب نفسي ان انا احب ان انا اوصلها للابدية واوصلها لخلاص نفسها، لكن مش معنى احب نفسي اديها شهواتها ورغباتها اللي هي تفصلها عن ربنا. تمام. فعشان برضو ما نقعش هنا في التناقض يعني، لكن اللي انا اقصده محبة الذات بطريقة خاطئة، عايز اريح نفسي اسيبها تنام ما تصليش، يبقى انا كده مش ماشي في اتجاه محبة ربنا. مش عايز اخدم فلان لان خدمة فلان دي هتسبب لي متاعب وبذل وانا مش عايز ابذل، يبقى هنا في قصة لطيفة عن اكيد كتير من المستمعين يعني قروها، عن اخين. كان في اخ بيحب ربنا ومتدين جدا، وفي اخ تاني كان بعيد خالص عن ربنا وليه شرور كتيره وتصرفات مش لطيفه. وبعدين نزل في الشارع في يوم فضرب واحد وموته، وجي من دم الشخص اللي موته ده على هدومه يعني. فلقى كل الناس اللي في الشارع جمعوا عليه وجري وراه، فجري بسرعه على الشقه، فدخل على اخوه، فاخوه قال له ايه اللي جرى؟ قال له حصل كذا كذا، حتى الدم بتاع الراجل جه على هدومي. قال له ايه؟ العب بسرعه هدومك دهيت. وخد الهدوم دي ولبسها هو، وقال له خد انت البس هدومي. كانوا الاخين دول شبه بعض بالظبط يعني. ولما جه البوليس قبض على الراجل اللي هو كان لابس بقى اللبس بتاعه، هنا الاخ بين انه بيحب اخوه، انه بذل نفسه، ما قالش انت حر بقى تحمل مسؤوليه نفسك، انت غلطت وتتعاقب. فالنقطة هنا الذات، عشان كده السيد المسيح قال أول خطوة إنك تنكر ذاتك وتتبعني عشان تعرف تمشي في سكة الصليب اللي هي سكة الحب. النقطة التانية اللي ممكن تبقى معوق للمحبة نقطة كثرة الاسم. المسيح نفسه قالها، لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. نتيجة إن في خطايا كتير في حياتي أنا مش قادر أحب ربنا، مش قادر أحب الآخرين. الاسم ده عامل زي التراب اللي ممكن العائق يطفي النار بتاعة الحب يعني، او السور الحاجز. فلا شك ان التوبة هي صورة من صور الحب، والخطية هي تبقى عائق. يجي واحد يقول انا مش قادر اتخلى عن العادة دي،
انا مش قادر اسيبها، انا بحبها قوي. يعني هو بيحب الخطيه اكتر ما بيحب ربنا، فبقى الحب هنا ايه، عائق يعني. فالكتاب بيقول في سفر النشيد الاصحاح الاخير: مياه كثيره لا تستطيع ان تطفئ المحبه. يبقى في ميه هتحاول تطفي النار دي، لان الحب ده زي النار جوه القلب يعني، والسيول لا تغمر. فاخر يعني نقطه اتكلم فيها ان الحب ده عامل زي النار جوه القلب. في حاجات بتشعل النار، وقود عشان النار دي تزيد وتشعل، ويبقى ليها ألسنة، والألسنة ممكن يبقى ليها تأثير خارجي على المحيطين بيها. وممكن النار دي في حاجات تخمدها، ممكن تبقى في مية، ممكن تبقى في تراب من الخطايا وهكذا. ربنا يدينا ان احنا نعيش في ثمرة المحبة، وتبقى فرصة جميلة ندرب نفسنا في فترة حلول الروح القدس، ان احنا فعلا تبقى فينا محبة الروح القدس في حياتنا يعني. امين. واتسابونا كان معانا النهاردة وبيشرفنا في حلقتنا النهاردة، واتسابونا مرقص فوزي كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم بأرض الشركة. شكرا ليك يا اتسابونا. بشكر محبتكم. وكانت أول حلقة عندنا في ثمار الروح هي ثمرة المحبة. والحقيقة وأنا بختم جه على بالي موقف بطرس الرسول وإنكاره للسيد المسيح له كل المجد، ولما أنكره قال إن معرفوش. كان موقف صعب قوي لرب المجد، لكن كان رد رب المجد عليه بعد قيامته بالأموات إنه راح قال له: أتحبني؟ أتحبني يا بطرس؟ وكان رد بطرس الرسول عليه: يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم إني أحبك. ونال الغفران بطرس الرسول في هذه اللحظة بمحبته لله التي بلا شروط. وإحنا كمان ممكن ننال هذه المغفرة بمحبتنا الغير مشروطة. كنتم معنا في أولى حلقات برنامجنا، ابقوا معنا في بقية الثمار.